يا غسي بل دعاء دام دشي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دديم دير فزيلتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كردي شي إنسان دورزي بأولك دريواري دا دعاء هو يتونو بديبان الله رب العالمين دا حفاظتك يا غسي بل دعاء دا أغوم استاذ سمحك بيان أغوما شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي كم إنسان دعا دعاوه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دا دعا دريوار إنسان وي نو الله رب العالمين دا حفاظتك إذا تمندو داسي نورم دير دعا غانستا خو زتا استدا پیغام در كوال غوارم كإنسان پده جوان كي پده جوان كوال غواري نو داي كلاسنة چه داي جسدي علاج تزورت لري دواء تزورت لري كمخ بمارسي داغسي روحاني علاج تن دي زورت لري او قرآن مجيد كي الله رب العالمين دمر عظيم اثر اشي دي كي باغبان دي الله رب العالمين ده انسان ده هر شرس محفوظ ساتي داغسي رسول الله صلى الله عليه وسلم پا دعاگانو كي او پا اسكارو كي پا وظائفو كي الله رب العالمين دون اثر اشي دي باغبان دي انسان ده هر شرس محفوظ باتيجي نو الله رب العالمين دي مجتاسو ده توفيق راكي چه دا وظائف اغمج اول واورو ازدائكو يادكو او بيادا مجد روزانا خبال معمول جوركو هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب